يس في واحد مجروح ويضحك اللي يضرب فيه وعندك نوري سكينة 500 متر. السيد هو بيدو اللي ضرب الشطير، ضرب شكري وضرب النوري سكينة وضرب سفيان الميموني. ماتوا 7 من الناس لهنا في الكرم الغربي. هذا الضي اللي ضرب شكري السيفي وضرب النوري السكين. ها هو السيد غزروا له كذا بالشطير. وضيت خمسة. وضيت خمس السيد هذايا اللي هو المحكمة العسكرية ودايرة الاتهام. والتحقيق العسكري قال لك ما فماش. ما فما حتى واحد. فرجوا فيه السيد كذا بالشطير هذايا. استنوني تو تشوفوا كذا بالشطير يمشي. خلاص الشطير في يده كيفاش يسب. طيب زيد يقدم شوية أبزر كفاية على في النيفو متاع الراس. النيفو متاع الراس هاك الشتاير ريتو الشتاير كيفاش قالك ما فماش أدلة. القضاء العسكري هو بيدو المتهم في القضية مش كان داخلية. واللبسة بتاعه لبسة عون أمن مش مخدتة دم. لا 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 عون أمن هذاك عون أمن هذاك تابع المركز تابع مركز 5 ديسمبر أبزر على رقم ونص. سامحني خويا عطينا الادله كلها والرصاص عطينا شبه في بالكم الرصاص عطينا منها هما زوز انواع نتاع رصاص نتاع بيستولي ونتاع شتاير فهمتني ما عطيناهم مش الكل عطيناهم كعبتين وخلينا الباقي مخبينا فهمتني وتصور واش نشوفوا تصور عندهم هما تصور هذا يكتب خويا وكتب الطاهر الملغي لا نحبوا نعرفوا شنو لا لا رئيس المركز كريم بن سالم هذا شكون قال لك انا على خاطر الادله اللي جبتها كريم بن سالم هذا في المستير تو خليه في المستير هذا ترقى مش موجود جبنا في هذا مش موجود لكن مش القضاء العسكري هو مهمته انه يعرف الهويات ويحدد وعنده الامكانيات اكثر من العائلات انه يحدد الهويات. لا هذيك بينه وبين الداخليه الحكايه ما بيناتهم اللعبه ما بيوعها ما بينات بعضهم ما بيبيعوش بعضهم في الوقت هذا فهمتني ما نجموش يبيعوا بعض. فهمنا علاش عملت هذاكم على كيما هذا السيد هذا هذا البوزيسيون نتاعو بيستولي هذا البوزيسيون نتاعو بشتاي هذاك الثاني سامحني لطفي الثاني هذاك شكونه؟ ما حددته احد. لا لا ما هذا ما نعرفش اسمه. لكن الاول اللي على اليمين قلنا كريم بن سالم. كريم بن سالم هذا يضرب الشطير، هذا الانسان اللي ضرب ثلاثة من الناس اللي هنا في سيكونس. شو اسمه؟ ما نعرفش اسمه. هذا ضرب ثلاثة من الولاد طيحهم بالشطير. هذا من الفوج. أنا فوج. فوج في بالي في فوج تطاوين. لحظة. 53 شاكر هكاك فوج 53 تطاوين. فوج بوب تطاوين. واضح. وضايا بومبا غاز وضايا بخزر له هذا إنسان بشر يخدم في الأمن يضرب الحجر. سامحني ريتني أن في بعد الثورة فما شكون جاني ويخدم في المركز
فهمتني؟ كان في العدلية وكان في الدين الكل في المركز، قال مالاش انا قتلت وانا عملت واحد واحد وجاي انا وتو شادينه في الحبس، فهمتني؟ عكس اللي فيه وتو احنا تو طالبين منه هو بيقول الحق. هو اللي يعرف كل شيء، هو اللي يعرف كل شيء، دليل الشيء بيعرف كل شيء. الله قال لها سامحين انا عندي ولاد اللي بليل الشيب. ما نحب انا طالبه يقبلوني انا وياها، نحب انا وياها في المحكمه. هذاك شنو نحب خاطر مع عسكري مع